ولمناقشة تداعيات قرار روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية في ظل استمرار الحرب وتلويح الغرب بمزيد من العقوبات ودعم أوكرانيا عسكريا، معنا من كندا الكاتب والباحث السياسي الدكتور منتصر البلبل لمناقشة هذا الموضوع. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا بكم وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين ولطاقم قناتكم الكريمة. حياكم الله. إذن فعلها بوتين مرة جديدة بعدما فعل ذلك في القرم سابقا، ماذا تعني هذه الخطوة في خضم هذه الحرب؟ يعني خطوات بوتين ليست شيء جديد، نستطيع أن نعتبره مفاجأة أو نعتبره خطوة جديدة. هي عملية غطاء أو عملية يمكن أن نقول على الخسائر الفادحة التي منيها بوتين، ولم أو طريق آخر طريق يتبعه بوتين حتى يستطيع كسب الرأي العام للروسي الداخلي والشعب الروسي وتعويض خسائره وتعويض ما فقده في أوكرانيا. فلم يعد لديه طريق آخر يمضي به سوى هذا الطريق، وهو ضم ريف زاباروجيا وأقسم وخرسون ولوغانسك، ولكن هذا يعني أمر مسرحية كبيرة قام فيها بوتين لا أكثر ولا أقل، ليس للخارج، ليس لأوروبا أو لأمريكا، وإنما بالأخص للداخل الروسي الذي بدأ يتململ بشكل كبير، وبدأ هناك هجرة عكسية من روسيا إلى جميع أنحاء العالم، ووصلت إلى 300,000 رجل غادر روسيا خلال الفترة هذه. يعني هاي شيء له تبعيات كبيرة جدا على الاقتصاد الروسي، على الحياة الاجتماعية الروسية، على أيضا على الناحية العسكرية طبعا. هذا داخليا دكتور، لكن ماذا عن التداعيات الخارجية؟ بمعنى آخر، كيف يمكن أن تتصارع المواقف الآن؟ يعني كانت المواقف طيلة فترة الحرب الشهور الماضية تتراوح بين الدعم العسكري والدعم السياسي، وكانت تسير بشكل أو بآخر، تتقدم وتتأخر فيها روسيا، لكن اليوم بعد ضم هذه المناطق ماذا نتوقع أن يفعل العالم، أمريكا وأوروبا؟ يعني دعنا نتحدث عن موقف ثابت للغرب ولأمريكا ولبريطانيا في دعم أوكرانيا، هذا موقف ثابت لا تراجع عنه، هذا موقف اتخذته حلف الناتو. صحيح أن حلف الناتو ليس بشكل مباشر في هذه الحرب، ولكن بطريقة أخرى أو بهاي فهو يمد أوكرانيا بالسلاح والخبراء والعتاد وكامل، وهذا أمر مفروغ منه. يعني حتى أمريكا الآن بدأت هناك دفعة جديدة من الأسلحة سوف للغرب يست مهمة، وهي إسقاط، وهي موضوع استراتيجي، وهو هزيمة روسيا. أصبح الغرب يحسب حساب ممكن روسيا في أي وقت من الأوقات أن تعتدي على بولندا أو تعتدي على، ولذلك يريد أن يكسر شوكة روسيا ويضع لها حدا في أوكرانيا، ولذلك هو مصمم كل التصميم، وأمريكا أيضا على إلحاق هزيمة كبيرة جدا جدا في روسيا ووضع حد لها بشكل مباشر أو غير مباشر. نعم. أما بالنسبة لأوكرانيا فهناك شيء يجب أن نعرف به، ليس السلاح فقط هو يلعب دور في طبعا في النصر أو في المعارك، ولكن نعم. هناك الروح المعنوية العالية والقوة الموجودة عند الشعب الأوكراني والتصميم من القيادة والهيئة على استرجاع الأراضي الأوكرانية المغتصبة. اليوم دكتور منتصر، بعد هذه الخطوة الروسية وبعد الخطوة الأوكرانية المضادة بالتوقيع على طلب الانضمام السريع إلى الناتو، ما المتوقع الآن؟ هل ستبدأ فعلا الإجراءات بانضمام أوكرانيا إلى الناتو، أم ما الذي سيجري بالضبط باعتقادك؟ يعني دعني أوضح فكرة هامة جدا، وهي أوكرانيا فعلا قدمت طلب للناتو ولكن بصيغة جديدة، وهي صيغة كييف الأمنية، يعني بصيغة جديدة وهي اسمها اتفاق كييف الأمني، وهو يعتبر اتفاق بين دول حلف الناتو واتفاق أمريكا لحفظ أمن ودعم أوكرانيا و تقدم خطوة نحو الأمام تجاه نعم هدو. مفهوم. نعم. أوكرانيا تعرف 100% أنها هناك لها طريق طويل لكي تدخل في الناتو، فهناك ضوابط وهناك التزامات وهناك،
فهذا ليس بالسرعة الأولى، يعني ليس يوما أو أكثر أو شهر أو شهرين. في هذه الأثناء دكتور منتصر التي تتحدث عنها، ليس مسألة شهر أو يوم، قد تستغرق سنوات المسألة. في هذه الأثناء ستكون هناك أراضي أوكرانية ضمت فعليا إلى روسيا، وهناك سلطة أمر واقع في هذه المدن، وبالتالي وقائع جديدة. دكتور، هل هذه الوقائع الجديدة من الممكن أن تتغير وتعود إلى ما كانت عليه سابقا، أم أن مسألة ما يمكن أن تحدث؟ طبعا الجيش الأوكراني والقيادة الأوكرانية، وصرح مسؤولون كبار، وعلى الأخص صرح رئيس المخابرات الداخلية أنه في الربيع القادم سوف يكون الجيش الأوكراني في القرم، في جزيرة القرم، وهذا تصريح قوي جدا من أحد كبار ضباط أجهزة المخابرات الأوكرانية. أيضا هناك تصريح للقيادة الأوكرانية بشكل مباشر، لن نترك ولا شبر واحد من الأراضي الأوكرانية مهما كنا ومهما كلفنا الثمن. وهذا تصميم من الجيش الأوكراني وتصميم من القيادة الأوكرانية على استرجاعه. اعترفت روسيا بهذه، ضمتها أم لا تضمها، هي أراضي أوكرانية تعتبر، وهي ولن تتراجع أوكرانيا حسب ما وصلني من معلومات. أوكرانيا لن تتراجع 100% قبل أن ترجع إلى حدود 1991، وهي الحدود التي هي حدود أوكرانيا الرسمية والمعترف فيها دوليا والمعترف فيها حقا. فالحرب مستمرة ولن تتوقف. وردا على طلب بوتين بإجراء حوار، رفض الرئيس الأوكراني هذا الحوار، وعلق به تعليق بسيط: سوف يكون هناك حوار مع روسيا، ولكن ليس برئيس بوتين الحالي وإنما برئيس جديد. نعم، هذا يعني أن المسألة مفتوحة دكتور، وكل الاحتمالات واردة. في ظل هذه المعطيات. نعم، هذا كلام سليم. هناك تصميم، كل يوم الجيش الأوكراني يستعيد منطقة، يستعيد قرية، يستعيد، مصمم على استعادات. لم تتوقف ضم روسيا أم لنضم، لم تتوقف. الجيش الأوكراني يتقدم حسب خطة استراتيجية محددة. نعم. له يتقدم بخطوات ثابتة. كل يوم نلاحظ استعادة منطقة، استعادة قرية جديدة، استعادة هاي، وهذا دليل على التصميم، والثبات والإتابة بشكل مباشر. فلن بوتين أعلن أو روسيا ضمت أو لا ضم، لن يؤخر ولن يقدم من هذا الشيء. نعم. الأوكران والجيش الأوكراني مصمم، ومن خلفهم أكيد الناتو وأمريكا. نعم. مصممين على استعادة أوكراني لهذه الأراضي. من كندا الكاتب والباحث السياسي دكتور منتصر البلبل، شكرا جزيلا لك.